So usually the signs of breast cancer when a woman finds a cancer herself, the classic sign is a painless lump in her breast. That's a classic. It doesn't mean every single cancer presents like that. Some present as a discharge from a nipple and some do present as pain. But what we would like when we say we're screening for breast cancer is to actually pick it up before you have a sign, before a woman can find a lump or find a discharge. And the only way to do that is through mammographic screening. Statistics in the Middle East are, depends on the country, are hard to come by. In the UAE, we have a national cancer register for the last few years, and breast cancer is the most common cancer in women. التشخيص كان كتير صدمة علي من ناحية أنه ما عندي تاريخ بالعائلة في مرض السرطان. كنت نباتية لمدة 3 سنوات، كنت مارس اليوغا وكنت مارس كمان التأمل كل يوم. لكن أنا اليوغا كان عامل كتير مهم، عامل جسدي إذا بدك، لأنه كمان اليوغا مثل ما الكل نعرف هو التواصل اللي بيصير بين الجسد والعقل. بس اللي كان كتير أهم منه اللي أنا ما كنت داريته قبل هو المايندفولنس أو طريقة العيش باللحظة اللي هي هلأ. يعني المستقبل تبعنا عنا مستقبل، بس ليه لازم نفكر فيه كتير بطريقة سلبية إذا ما وصلنا له بعد؟ والرسالة إنه أقدر أوصل لقلوب عالم تقدر فيقهم هن وعايشين. وقت صار التشخيص كان شيء بيصدم اكيد، لانه انا حسيت بهيدا الورم اللي كثير صغير، وقررت انه اشوف دكتور كثير بسرعه، ما اسال لا جوجل ولا الاصحاب ولا العائله، اسال حدا مختص بهالامور. انا بدعي الكل، نساء ورجال، يعملوا التشيك اب، يشوفوا الطبيب بشكل regular، بشكل كل سنة بالسنة مرة. الأمر ما بده كتير، بده نص ساعة على ساعة من وقتنا بالسنة بس.